جميل قلبا وقالبا، يعني محتوى علمي، والروح اللي بين الناس الحقيقة بينا كلنا تقريبا أسرة واحدة، سواء السادة الحضور أو السادة السبيكرز يعني. فمؤتمر جميل جدا، ربنا يديمه كل سنة يا رب إن شاء الله. أقدم بروفيسور رانيا حجازي، أستاذ طب الأطفال وقلب الأطفال، كونسلتنت وهيد أوف ذا بيدياتريك يونت دار الفؤاد. And she's one of the pioneers in electrophysiology and arrhythmias in Abu Rish Hospital. And she will talk to us about syncope in children, the red flags. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه وشغال؟ بدايه عايزه اشكر استاذي الاستاذ الدكتور محمد هاشم بهاني حضرتك يا فندم على المؤتمر المختلف واللي اصبح بنستناه من السنه للسنه. حضرتك يعني ايقونه مؤتمرات طب الاطفال في مصر على كثرتها، لكن حضرتك يو ستاند اوت في كل شيء، وزي ما الدكتوره سحر قالت حضرتك خلقت جو من الاسره، يعني وي ار وان فاميلي، وبنستنى المؤتمر ده كل سنه. بهاني حضرتك وبتمنى لك دايما النجاح. طبعا اتس ان اونر ان انا يعني تشير بيرسونز حبايبي، وبشكر الاستاذه الدكتوره سحر شاكر على المقدمه الجميله دي، والاستاذه الدكتوره اميره عصمت طبعا ثانك يو فيري ماتش فور بينج هير. انا عايزه النهارده اتكلم على syncope in children the red flags. معلش هو ال نعم معلش ما بنوش فين كده. اوكي تمام. اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه سينكوب. سينكوب معناها the sudden transient loss of consciousness with postural tone with complete spontaneous recovery نتيجه the transient cerebral hyperperfusion. معناها ايه؟ معناها ان العيان جاي يشتكي انه اغمى عليه. اغمى عليه يعني فقد البوستشرال تون، وقع، فقد الكونشسنس، اغمى عليه ما بقاش يعني فقد الوعي، لكن حصل له كومبليت سبونتينيوس ريكفري. والميكانيزم بتاع كل اسباب السنكوب واحده، ان احنا حصل لنا الترانزيان سيريبرال هايبو بيرفيوجن. طيب ليه بنحب نتكلم على السنكوب؟ لان السنكوب از كومن، حوالي 40% من البنات و 20% من الصبيان by the age of 18 years will have experienced a syncopal attack، والبيك بتاعها بيحصل في الادوليسنس. It's a burden. في سنة 2018 there is this very big research اتعمل في اليو اس، لقوا ان حوالي 6% من الهوسبيتال ادميشنز كانت نتيجة السنكوب، وان تكلفه في الايفالويشن والعلاج بتاعه حوالي 800 مليون دولار. فإتس كوايت ا بيردن. It's alarming. اللي بيشوف طفل مغمى عليه It's quite scary. It has a death-like quality. The parents are very scared. لما حد بيشوفه, the witnesses are really alarmed. وحوالي 1-5% من الولاد اللي عندهم سينكوب عندهم a serious underlying cardiac cause. وهو ده سبب المحاضرة، إن دورنا كجنرال pediatricians إن إحنا نعرف مين اللي عنده this serious cardiac problem ومين اللي عنده a very benign syncope. The challenge is إن معظمهم are benign، لكن it can be the only warning ساين قبل ما يحصل sudden death. 25% من الولاد اللي عندهم سينكوب هيجي لهم injuries، ولو طبعا القصه دي مكرره recurrent episodes معناها a poor quality of life. فاحنا النهارده عايزين من خلال المحاضره دي نحاول نجد البالانس ما بين ان انا identify the life threatening cases من غير ما overdo it for unnecessary investigations. من كتر اهميه السينكوب دي، الحاجات اللي الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس بالطالب الجنرال بيدياتريشن انه يبقى عارفها، يبقى عارف the common causes of syncope، يبقى عارف ايه اللي في الهيستوري بتاع العيان هيدلني على الريد فلاجز بتاعتي، ازاي اعمل بيزك ايفالويشن لعيان السينكوب، ازاي ادي education للعيان اللي بيغمى عليه كتير، واعرف ازاي اسكرين وافرق مين العيان اللي محتاج يروح لبيدياتريك سب سبيشالست. فدي الحاجات اللي الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس حطاها وبتطالب بيها الجنرال بيدياتريشن يبقى عارفها عن السينكوب. تعالوا نتكلم في ثلاثة سيناريوز يبانوا لنا ان هم they are very similar وبنشوفهم كتير جدا في عياداتنا، لكن الحقيقة they are completely different. أول حالة بنت عندها 15 سنة جاية تشتكي لك إنها أغمى عليها امبارح، كانت واقفة she was standing waiting for the subway أو for the metro أو كده and she felt that the room was closing in.
the world was going dark. وبعدين the next thing she remembers إنها بتصحى والناس بتبص عليها وبتقول إنها كانت عيانة قبليها بيومين. This is the first scenario وكتير بيتكرر وبنسمع أم جاية تقول لك إنها امبارح كانت في المدرسة واقفة وأغمى عليها كانت مستنية حاجة وأغمى عليها. ف this is very important إن إحنا نبقى عارفين is this benign ولا لا. تاني حالة ولد completely healthy athlete بطل عنده 10 سنين امبارح كان بيلعب باسكت بول في التمرين اللي هو متعود عليه عادي خالص he collapsed وقعد حوالي 30 ثانية فاقد الوعي ورجع للبيز لاين وما عندوش أي history this is his first attack of syncope ما عندوش أي recent infections ما بياخدش أي drugs وبالphysical examination بتاعه he is completely normal. دي تاني حالة. تالت حالة بنت عندها 13 سنة كانت قاعدة بتلعب فيديو جيمز مع أختها أختها لقيتها فجأة she lost consciousness قعدت حوالي 4 دقايق مغمى عليها لما صحيت ما كانتش فاكرة أي حاجة عن الإبيزود ونامت لها كام ساعة وصحيت كويسة جدا. الثلاث حالات دول very common scenarios في عيادتنا ورغم إن هم يبانوا إن هم similar إن كلهم أغمى عليهم they are completely different. واحد منهم لو ما شخصناهوش المرة الجاية he will مامته هتيجي تقول ان هو عندها ابن who suddenly died وبالتالي مهم جدا نعرف من الريد فلاجز دي ايه الحاله اللي هترعب عليها وهجو ثرو فيردر انفستيجيشنز وايه الحاله اللي انا هقول لا دي بناين سينكوب مش محتاجه مني اي حاجه ثانيه. المايند سيت بتاعي وانا بقابل حاله سينكوب اول ما تيجي الام تقول لي ابني اغمى عليه على طول في دماغي عايز اسال اسئله واعمل انفستيجيشنز تفرق لي انا كاردييك سينكوب ولا نون كاردييك سينكوب ولا انا مش سينكوب اساسا وعندي حاجه اسمها سينكوب ميمكس الحاجات اللي بتبان لي انها سينكوب لكن في الحقيقه الميكانيزم بتاعها مختلف تماما. النون كاردييك سينكوب اشهر واهم وبتمثل حوالي 90% من حالات السينكوب او 95% من حالات السينكوب في الاطفال اشهرها هي الفازوفيجال سينكوب كانوا غيروا اسمها شويه النيوروكارديوجينيك لقوا الاسم ده مش سهل على الدكاتره كتير استنينا على الفازوفيجال سينكوب. النوع الثاني هو الاورثوستاتيك هايبوتنشن طبعا في اسباب زي هايبوجلايسيميا حد بياخد دراجز توكسينز حاجات زي كده لكن خلينا نتكلم على الفازوفيجال سينكوب لانها ذا فاست ماجوريتي اوف ذا كيسز. This is the most common cause of syncope في pediatric population. بيحصل أكتر في الفيميلز. نادر نشوفه في أطفال أصغر من 10 سنين. والبيك بتاعه في الأدولسنس. وأدي أول ريد فلاج نقف عنده. لو جالك طفل عنده 6 سنين 7 سنين وبيشتكي من هيستري شبه الفازوفيجال سينكوب أقف وجو ديبر شوية because it is not very common أو it is not common before the age of 10 years. فبالتالي you have to be cautious in younger children وكل ما السن بيصغر وبيبعد عن الأدولسنس كل ما ده بيمثل لي red flag. إيه هو الفازوفيجال سينكوب مش هنخش في التفاصيل لكن كلمتين بسرعة عشان نبقى فاهمين إيه الميكانيزم. طبيعي كلنا أثناء الهايبرتنشن بيحصل stimulation of the mechanoreceptors موجودة في left ventricle على طول تروح بعتة orders لان الفيجل ستيميليشن يزيد بيحصل لنا على طول هايبوتنشن وبراديكارديا وده مهم علشان يبروتكت اس من الباد افكتس اوف هايبرتنشن. اي حد اندر ستريس رياضي بيلعب وضغطه عالي لازم الميكانو ريسبتورز دي تشتغل. المشكله في الولاد اللي بيجي لهم فازوفيجل ان عندهم ريفلكس غلط اسمه البيزول جارش ريفلكس ده الميكانو ريسبتورز بتاعه اللفت فنتريكل بتريسبوند اثناء الهايبوتنشن. هو ايه اللي بيحصل اثناء الهايبوتنشن بيحصل بولينج اوف ذا بلاد في الرجلين كتير خالص اللفت فنتريكولر فيلينج هيقل اللفت فنتريكل هتمس انتربريت ده ان انا عندي هايبرتنشن وهتعمل نفس الريفلكس اللي المفروض يحصل فقط في الاليفيتد بلاد بريشر. العيانين دول عندهم اثناء الابيزود هايبوتنشن اند برادي كارديا ودي مهمه عشان هنفرق بالهايبوتنشن والبرادي كارديا دي ما بينها وما بين الاولاد اللي عندهم اورثوستاتيك انتوليرنس. طيب ايه الفازوفيجال سينكوب؟ دايما لما اخد الهيستوري هلاقي كان في تريجر العيان ده كان in pain العيان ده عنده فوبيا شاف نيدل كان بيسحب عينة دم من امبارح في المعمل وأغمى عليه كان واقف بقاله فترة طويلة في زحمة crowded warm environment كان عيان بقاله يومين كان عنده يعني he's exhausted العيان ده كان صايم الحاجات دي كلها بنسميها the triggers and the potentiating factors وجودها في الهيستوري بيطمننا. البرودروم معناها ايه برودروم؟ معناها ان العيان وبالذات اللي بيجي له ريكرنت سينكوب ودي مش اول اتاك جاي يقول انه قبل ما يغمى عليه كان حاسس بانه هو something is not right كان يا اما عنده شويه abdominal pain حاسس بنوزيا حاسس ان عنده blurred vision. البرودروم دي مهمه جدا جدا في الهيستوري بتاع العيان لان suddenness of the attack is the second red flag. يبقى اول واحده قلناها لو العيان بتاعي صغير اقل من 10 سنين
اقف واقلق وراجع نفسي هل هو فازو فيجل سينكوب ولا لا. وتاني حاجه لو العيان ده it is very sudden، بنت بتاخد منها الهيستوري، لا كنت حاسه بحاجه قبل ما يغمى عليه؟ لا خالص، ترخ فجاه وقعت ومش فاكره اي حاجه لا قبليها ولا بعديها. This is very alarming. طيب المفروض انها it's a short attack، بتقعد ثواني قليله. كل ما loss of consciousness بيطول كل ده ما بيبعدنا عن قصه ان انا benign. اثناء الايفنت العيان ممكن يبان very pale نتيجه الover stimulation of the vagus. immediately بعد السنكوب العيان ممكن يقول انه كان مرهق، كان تعبان شويه، لكن في كلمه مهمه جدا he was not sleepy. يعني كلمة هل العيان نام بعد الأتاك، لو الأم قالت آه نام، قعد نايم نص ساعة ساعة، دي معناها أن أنا غالباً مش فازوفيجل سينكوب، وحتجه أكتر ناحية السينكوب ميمك الأهم واللي هي الإبيلابسي زي ما هنشوف دلوقتي. والعيان ممكن طبعاً يشتكي أنه قعد شوية تعبان مرهق بتاع، لكن المهم أنه هو he was not sleepy. وآدي two red flags كمان، الأتاك الطويلة اللي قعدت دقايق مقلقة. تاني حاجة إن العيان بعد ما قام ما كانش مصحصح، كان sleepy. This is an important point. وكل الحاجات اللي بقول عليها red flags دي أبقى حاططها في دماغي وبسأل عليها في الهيستوري عشان أعرف أفرق أنا cardiac non-cardiac ولا أنا syncope mimic. نوع تاني من البنين سينكوب اللي احنا بنسميه ذا نون كارديك سينكوب هو الاورثوستاتيك سينكوب. واشهر حاجات في الاطفال هي الهايبوفوليميا، عيان سيفيرلي انيميك ممكن يغمى عليه من كتر ما هو هايبوفوليميك، او عيان عنده حاجه اسمها بوتس، ودي بنشوفها في سن اكبر شويه من الادوليسنس، يعني غالبا بتبقى في حدود 14 ل 16 سنه وبالذات في البنات. كلمتين بسرعه، طبيعي لما بنقف 500 للتر من الدم بيبول ان اور lower extremities، وده هيعمل ايه؟ هيقلل الفينوس ريتيرن، وهيقلل الفنتريكولار فيلينج، وهيقلل الكاردياك اوتبوت، وبالتالي هيقلل البلاد بريشر. لكن المفروض على طول في كومبنساتوري ريفلكس يكيك ان، البارو ريسبتورز بتاعه الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش هتحس ان البريشر قليل، هتروح بعت على طول السمباتيك ستيميليشن يزيد، وده هيقلل الفول ان ذا بلاد بريشر. في ولاد كتير وبالذات طبعا جيرلز عندهم the deficiency of this reflex، وده بيعمل لنا سينكوب. ده هنفرقه ازاي ما بينه وما بين الولاد اللي عندهم الفازوفيجل سينكوب؟ ان العيان ده عنده هايبوتنشن وعنده تاكي كارديا، مشكلته كلها انه مش قادر يحافظ على البلاد بريشر، لكن البلاد بريشر بتاعه is not associated with bradycardia زي الفازوفيجل سينكوب. الولاد دول لما بقيس الضغط بتاعهم وهم قاعدين وهم واقفين بلاقي فرق اتليست 20 في السيستوليك و10 في الدايستوليك بلاد بريشر، ده بنشخص بيه orthostatic hypotension. فيبقى العيان ده من ضمن الاسسمنت بتاعه ان انا بنيمه، بقيس الضغط، بوقفه لمده 3 دقائق وبقيس الضغط تاني، لو الفرق اكتر من 20 في الدايستوليك او اكتر من 10 في 20 في السيستوليك و10 في الدايستوليك، انا اقدر اشخص ان العيان ده عنده orthostatic intolerance. وفي الاطفال this is mainly caused by hypovolemia، نفكر في الانيميا بالذات السيفير وطبعا الديهايدريشن. ومن الحاجات اللي بتقول لي ان العيان ده عنده هايبوفوليميا مش بس الفرق في البلاد بريشر، كمان الفرق في الهارت ريت. العيان وهو نايم الهارت ريت بتاعه ابطا من وهو قاعد بحوالي 20. البوتس بنتشخص اكتر في اليونج وومن، وبرده اهم حاجه فيها هي الهايبوتنشن اند تاكيكارديا، وبنشوف حالات كتير بتعاني فترات طويلة مس دايجنوزد اسبانيك اتاكس. كواليتي اوف لايف بتاعت العيانين دي بتبقى صعبة جدا، الناس مش عارفة تعيش حياتها، كل ما تقف تحس انها هايبوتنسيف تاكيكارديك وبالبيتيتنج بعنف. فتشخيصهم وعلاجهم الحقيقة بيفرق كتير جدا مع العيان. اللي احنا بندور عليهم هم دول الكاردياك سينكوب اللي عندهم المصايب، اللي احنا المرة الجاية مش هنلحق العيان ده، ده العيان اللي انا عايزة الحقه المرة دي بالسينكوب دي. دول رير 1-5% فقط من حالات السينكوب، لكن هم the most important. ولما نيجي نقرا papers هتلاقيهم دايما بي refer to it as searching for the needle in the haystack، دور على الإبرة في كوم القش الكبير ده عشان خاطر you might miss a really serious case. مش مهم، مش وظيفتي كبيدياتريشن جنرال بيدياتريشن اعرف تفاصيل الاسباب الاريثموجينيك كوزز، كل انواع الاريثمياز من حتى الاسفيتي في منها انواع مالجنت، الفنتريكولار تاكيكارديا الفي اف، طبعا البروجادا والاي ار في دي وكل الكلام ده، الكونجنتال لونج كيو تي، والحاجات الاستراكشرال زي دايريتد كارديوماباثي والهوكم والكلام ده. لكن كلهم بيجتمعوا في صفات سينكوب واحده، وده اللي احنا عايزين نعرفه اس جنرال بيدياتريشنز. السينكوب اللي بيجي لي معاه بالبيتيشنز، السينكوب اللي بيحصل while supine، يعني لما الام تيجي تقول انه كان قاعد عادي خالص واغمى عليه، this is scary، this is a red flag، غير الام اللي بتقول كانت واقفه بقالها ربع ساعه في الطابور. sudden onset زي ما اتفقنا، lack of prodroma is one of the most important red flags. A history of underlying cardiac disease،
الام بتيجي تقول ان هو اصله كان زمان عامل عمليه، يبقى ده كان ممكن يكون اريثميز، او الام اللي بتقول ان هو كان بيغمى عليه اثناء الاكزرشن، ودي بنأكد عليها انها كاتاستروفيك. اي سيمتوم في الكارديولوجي بيبقى اكزاجيريتد وذ اكسرسايز بيقلقنا جدا. يعني ساعات الام تيجي تقول لك اصله كان قاعد هادي خالص، تبقى فاكره ان ده باد ساين. الباد ساين ان هو الكومبنساتوري ميكانيزمز بتاعه الاكسرسايز ديد نوت كيك ان، وبالتالي العيان اللي بيغمى عليه وذ اكسرسايز ده عيان كارثه. Presence of a pathological murmur انا بسمعه ممكن يطلع ده اول presentation للهوكم، هو ما كانش عارف خالص ان عنده hypertrophic obstructive cardiomyopathy. انت حطيت السماعه سمعت الميرمر بتاع ال LVOT obstruction، وبالتالي الاكزامينشن في عينين السنكوب مهم. يبقى الكارديك سنكوب على كثره اسبابه كلهم بيتحدوا انه ممكن يكون عندهم palpitations occurring while supine sudden onset، مفيش برودروما، العيان ده already cardiac، العيان ده السنكوب جاله with exercise، أو أنا سمعت عليه pathological murmur. السنكوب ميمكس طبعاً كتير، لكن أشهرهم في البراكتس بتاعنا هي السيجرز. البراث هولدينج سبيلز تالي كلنا بنشوفها في السن اللي أقل من 5 سنين، دايماً مرتبطة بالإكسسيف كراينج، العيان قطع النفس، يا إما بقى باليد يعني بيل، يا إما بقى سينوتيك، فده البراث هولدينج سبيلز. السايكوجينيك سنكوب طفلة psychologically disturbed, she's trying to attract the attention. ده دايما بيحصل without injuries، بيحصل في السن بتاع ال 15 سنة وأكبر شوية، ودايما دايما psychogenic syncope بيبقى معاه audience، يعني مش هيبقى في حتة كده العيان أغمى عليه من غير ما يبقى حواليه ناس كتير and the very big fuss حواليه. وزي أي حاجة psychogenic it is a diagnosis of exclusion. السيجرز، السيجرز مهمة، وده جدول بيوضح لنا ازاي افرق ما بين العيان اللي عنده سيجر والعيان اللي عنده ترو سينكوب. من الحاجات المهمه طبعا هي السادن اونست، الجراديوال اونست، انا حاسس ان انا هيغمى عليا وتعبان، ده ماشي اكتر مع السينكوب. الديوريشن القصير ماشي مع السينكوب. العيان اللي كان بيجي له هدك عنيف ده ماشي اكتر مع سيجر. وزي ما اتفقنا قصه السليبنس بعد الاتاك، وطبعا الانكونتيننس، الاي ديفيشن، التنج بايتنج، الابنورمال اي اي جي، كل ده بيفرق لي ما بين العيان اللي عنده epilepsy والعيان اللي عنده true syncope. لكن مهم قوي من الهيستوري، انا مش كل عيان هعمل له EEG عشان افرق، انا من الهيستوري بس اقدر افرق كويس قوي. لو العيان ما بيشتكيش من sleepiness بعديها، ما كانش عنده abnormal movements، ما كانش عنده incontinence، ما كانش عنده abnormal eye deviation، كل الحاجات دي بتقولي ان العيان ده syncope وinvestigate as a syncope مش as a seizure. الإيفاليويشن اوف سينكوب، كل الفكرة بتاعتي إن أنا عايزة ألاقي العيان النيدل ده. هتستغربوا إن أهم جزء من الإيفاليويشن اوف سينكوب is the history taking. خد وقتك مع العيان، اسأله شوية أسئلة مهمة علشان خاطر دول هم العيانين اللي هنلاقيهم اللي عن طريق بس الهيستوري تيكينج بتاعي. ونفتكر دايماً إن أنا بسأل نفسي سؤالين، أول ما الأم تيجي تقول لي ابني أغمى عليه من يومين، أنا عايزة أعرف هو فعلاً سينكوب ولا سيجر؟ بسأل على الأسئلة بتاعت السيجر اللي احنا اتفقنا عليها عن السليبنس والأبنورمال جيركس والأبنورمال آي موفمنتس والإنكونتيننس وكل الكلام ده، والأهم إن أنا عايز أعرف هو كارديك ولا نون كارديك. الهيستوري تيكينج، هسأل أول حاجة البوزيشن، أغمى عليه وهو قاعد ولا هو واقف؟ وهو واقف إز بناين، أي حاجة تانية إز نوت. عن الأكتيفيتي، هل هو كان أثناء اللعب، أثناء الجري، أثناء التمرين أغمى عليه، ولا قبل التمرين أو بعد التمرين؟ الوحيد اللي مالجننت هو اللي during the exercise. هل كان في predisposing factors، واقف في حتة زحمة، كان stressed، كان بياخد عينة، كان حد بيتخانق معاه؟ الكلام ده كله بيطمننا أن في predisposing factors. عدم وجود برودروما من الحاجات اللي بتخلينا نبعد شوية عن تشخيص الفازوفيجال سينكوب. وجود البالبيتيشنز، مش هتكلم عن الشست بين، دكتورة سحر هتتكلم عليه، بس sometimes it is alarming ان العيان يقول كان عندي chest pain، ان في اطفال بتفسر البالبيتيشنز على انها chest pain. duration of loss of consciousness، الموفمنتس والتونج بايتنج مهم. وبعد الاتاك حصل ايه؟ كنت تعبان؟ كنت مرهق؟ ولا كنت نايم؟ النوم is always pointing towards epilepsy. الفاميلي هيستوري بقى مهم جدا في العيانين دول. اي حد حتى لو ما عندوش اي حاجه الارمنج لكن عنده اباد فاميلي هيستوري، تسال الام في حد مات فجاه في العيله، تقول لك اه خاله مات وهو عنده 28 سنه، this is alarming. اي حاجه ليها دعوه بالسادن كاردياك ديث او بالهارت ديزيز ان فاميلي از ريد فلاج. الحاجه اللي بننساها ساعات هي الفاميلي هيستوري اوف ديثنس. احنا عارفين ان اللونج كيو تي بيبريزنت وذ سيندرومز ليها دعوه بالديثنس، لكن ليها variable penetrance، يعني أخ في العيلة هيبقى عنده long QT وأخ تاني هيبقى deaf.
وعندنا كذا حالة من الحالات دي بتتابع معنا في عيادات الأريدميز. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما أسمع لازم أسأل هل في حد من العيلة ما بيسمعش أو مركب سماعة؟ لو قالت آه يبقى العيان ده ممكن يكون long QT. long QT ده مهم جدا إنه بيبريزنت ساعات أول presentation with sudden cardiac death العيان كان perfect كان بطل، لكن ممكن المرة الجاية يحصل له موضوع sudden cardiac death. فأنا بسأل على الكلام ده مهم جداً. الدفنس من الحاجات اللي بننساها، وعندنا عيانين كانوا بيتابعوا معانا بقالهم سنين ومحدش أساساً سأل على القصة دي، وده مهم لأن العيلة نفسها لازم تبقى كلها سكريند. لما أشوف حد عنده دفنس يبقى أنا لازم أعمل ECG سكريننج لكل العيلة، لأن ممكن يكون هو العيان ده جاله دفنس بس أخوه جاله long QT. طيب في الإكزامينيشن عايزين نبص على الهارت ريت، نبص على البلد بريشر وانا قاعد واقف، الهارت ريت وانا قاعد واقف، افحص البيوبلز، اسمع الهارت كويس ليكون عنده الميرمر بتاع ال في او سي اوبستراكشن اللي هيقول لي ان العيان ده عنده هوكم، ادور على ساينز اوف انزايتي وسودو سينكوب. فبالتالي الاكزامينشن برضو از فيري امبورتنت. واخر حاجه عايزه اقولها في القصه بتاعه الايفالويشن هي الاي سي جي. الاي سي جي الامريكان هارت اسوسيشن قالت انه indicated in every case of syncope حتى لو انا ما عنديش اي حاجة alarming لا في الهيستوري ولا في الاجزامينيشن. لو انا لقيت الهي سي جي بتاع العيان ده normal هوقف خلاص، انا الهيستوري بتاعي normal والاجزامينيشن بتاعي normal، هعمل اي سي جي في every single case جالها syncope، عشان sometimes we miss things من الهيستوري ومن الاجزامينيشن، وفي حاجات مش هتبان لي غير في الاي سي جي. يبقى if the history and the physical examination findings are normal كل اللي مطلوب مني ان انا اعمل اي سي جي. مش مطلوب بقى اعمل في كل عيان اكو وفي كل عيان هولتر وفي كل عيان، لا، هو الاي سي جي لو نورمال والهيستوري نورمال والاكزامينشن نورمال اي ام انتايتلد ان انا اقول خلاص انا اطمنت على العيان ده وكفايه، لكن اي ام نوت الاود ان انا ما اعملش اي سي جي للعيان. يبقى نفكر مع بعض تاني، وات ار ذا ريد فلاجز؟ البريزنس اوف ستراكشرال هارت ديزيز مهم. لو العيان عنده كارديوميوباثي او كده يبقى لازم اعرف ان السينكوب فيه از اكستريملي سيريس. Syncope with exertion or exercise مرعب. Syncope while supine لو syncope قبليها في palpitations. Family history of sudden death or cardiomyopathy or deafness لو العيان ده كان عامل surgery of congenital heart disease ان شاء الله من 15 سنة. Life or limb threatening complications of syncope لان عادة لو انا عندي prodroma وحاسس ان هيغمى علي هحمي نفسي مش هقع من سلم عالي، هقدر اخد protect myself. فوجود الانجري اتحطت من ضمن السيريس ريد فلاجز ان ده معناه ان العيان ده غالبا ما كانش عنده برودروما لدرجه انه ما عرفش يلحق نفسه او يحمي نفسه من السيريس انجريز. دي الريد فلاجز اللي اتنشرت باي ذا يوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي، عملوا تاسك فورس اون ذا مانجمنت اوف سينكوب، واللي انا قلتهم دلوقتي الريد فلاجز بقى دايما في دماغي. دول الاسئله اللي هسال عليها العيان، كلهم نيجاتيف، الاكزامينشن نورمال، هعمل اي سي جي والقصه كده بتاعت العيان ده اطمنت عليه. الجرين لايتس ان انا اكون الابيزود بتاعتي حصلت اثناء الستاندنج الطويل، الجو كان حر، بور اورال انتيك بنسميها البري ديسبوزنج فاكتورز فور سينكوب، العيان ده الاكزامينشن بتاعه كان نورمال، الاي سي جي بتاعه كان نورمال، ويستحسن كمان كان عنده برودروما قبليها، يبقى ده تيبيكال فازوفيجال اتاك وما عنديش مشاكل ان انا انفستيجيت اكتر من كده، مش محتاجه اكتر من كده. الحاجات الثانيه اللي ساعات بتطلب لو عندي suspicion في أي شيء ممكن أعمل long term ECG recording. الهولتر طبعا ممكن يتعمل دلوقتي up to 30 days، وفي الimplantable devices عشان خاطر أدور على longer term recording كمان. طبعا الأكوكارديوغرافي، الأكوكارديوغرافي ليه ما تحطش في الروتين؟ لأن أنا لو عامل interpretation صح للECG مش هيطلع عنده حاجة في الأكو تفسر السينكوب الا لو كانت هتبان في الاي سي جي. حتى طبعا الهوكم والكلام ده كله بيبان في الاي سي جي. الهيد اب تيلت تيست ولو ان دورها عمال يقل، الهيد اب تيلت تيست ده اللي بشخص بيها الفازوفيجال سينكوب ليها، وبشخص بيها ساعات البوتس ان العيانين رياكشن بتاعهم للبرولونج ستاندنج بيختلف. الاي اي جي لو الهيستوري بتاعي مايل اكتر ناحيه ابيلابسي، والاكسرسايز تيستينج مهم لو العيان الاعراض بتاعته ريليتد تو ذا اكسرسايز، بنعمل فيهم اكسرسايز تيستينج تو سيميوليت ذا بروبلم واشوف. بس ابقى مخلي بالي ان ممكن ساعات بريسيبيتيت مالجننت اريدميز وحصلت قبل كده كتير. This is what we've been talking about. عيان جاي لك بسينكوب، خد منه proper history، ما تنساش الفاميلي هيستوري، ما تنساش الفيزيكال اكزامينشن بتاع العيان، ونعمل اي سي جي. لو اي حاجه فيهم abnormal هنريفير تو a cardiologist، لو كل حاجه normal هنريكومند reassurance fluids
سولز، حاجات من الحاجات النورمال الريجولر، الحاجات اللي ما فيهاش اي نوع من الدراجز، لسه ما دخلناش في الميديكيشنز. جاست كيپ ات سيمبل، انك تزود السولت انتيك، تزود الفلويد انتيك، تنصح العيان بالبروبر اكسرسايز. لو العيان اتحسن هنكونتينيو سبورتيف ميجرز، ما تحسنش يبقى ري اساس العيان تاني. المانجمنت بتاعي في كل حاله بيختلف، ايدنتيفاي ذا كوز، تيلر يور مانجمنت. مهم جدا ان انا اعمل ريسك ستراتيفيكيشن اوف ماي بيشنت حسب وجود الريد فلاجز بتاعتي. المانجمنت اوف نيرو النيورولي ميدييتد سينكوب، اهمها طبعا الفازو فيكل، ان انا ريكومند هاي سولت دايت، انكريست فلويد انتيك، اقول للعيان سلو تشينجز ان يور بوزيشن، ما تبقاش قاعد وتقف فجاه، والعكس، وانك نايم ما تقعدش، والكلام ده مهم جدا. انكورج سبورتس، اشرح للعيان about the prodroma، اشرح له ازاي protect himself لو عنده prodroma، يقعد ازاي على طول، ده مهم جدا. emphasize the safety، ان احنا نقول للعيان اهم حاجة انك انت محصلكش injuries اثناء السنكوب بتاعك. طبعا الفارماكولوجيكال options موجودة as a second line بعد lifestyle changes اللي اتكلمنا عليها، ساعات بنوصف mineralocorticoids، beta blockers، alpha adrenergic agonists. لو العيان عنده severe vasovagal syncope interfering with his lifestyle، ممكن نوصف الفارماكولوجيكال اوبشنز دي. لو افتكرنا الحالات اللي قلناها في الاول، البنوته اللي كانت واقفه في السبواي واغمى عليها وقالت ان قبل ما يغمى عليها على طول كانت حاسه ان the room is closing in، the world is going dark، واخر حاجه افتكرتها ان الناس عماله تبص عليها وبتصحيها. This patient البرودروما بتاعتها كانت موجوده، she was standing during the episode، ودي كلها green lights بتشير الى neurocardiogenic syncope او vasovagal syncope. الولد الثاني البطل بتاع الباسكت بول اللي اغمى عليه اثناء التمرين، ده عنده كل الريد فلاجز اللي في الدنيا، اللي اهمها ان الكاردياك سينكوب ده بيتشخص لما الاقي عيان اغمى عليه during the exercise، بالرغم ان this was the first attack وان هو كل حاجه فيه normal، الهيستوري is very alarming، وده cardiac syncope until proved otherwise refer to a cardiologist. العيان الثالثه اللي كانت نامت كتير جدا بعد الاتاك، زي ما اتفقنا النوم is a sign of epilepsy، العيانة دي محتاجة pediatric neurologist و EEG و investigations as an epilepsy. عايزة اقول لكم على common pitfalls مش عايزين نقع فيها، ان انا ساعات بشوف حاجات ممكن تبقى managed بطريقة احسن، ان انا لقيت الهيستوري typical قوي لفازوفيجل سينكوب فما عملتش ECG، في عيانين بيضيعوا في الكلام ده. أنا سألت على كل الميديكال كونديشنز بس نسيت أسأل على موضوع الدفنس، ويطلع أن كانت أختها دف، بس الأهل مش عارفين أصلاً أن دي حاجة ريليتد. أنت بتقولي عندكم حاجة في العيلة فيها مشكلة، لو ما سألتش على الدفنس in particular أهالي كتير ما بيقولوش because they do not know أن هم أصلاً ريليتد. أنا شفت عيان أغمى عليه، this is a true story، بطل باسكت بول في نادي الصيد، العيان ده أغمى عليه during the training practice بتاعه، اتمنع من التمرين، ممنوع، وهنعمل لسه ستاديز وكده. الكوتش والبيرنتس والعيان قالوا لي احنا بنتمرن العمر كله عشان اللحظه دي، احنا عندنا يوم مهم جدا، مش هنسمع كلامك وهنروح. واكيد كلنا سامعين عن العيان اللي طب ساكت في ملعب الباسكت بول، because sometimes patients بيبقوا دفعوا اتمان كبيره قوي في الرياضه مش مقتنعين هم هيوقفوا، او حتى هيوقفوا لغايه ما نعرف ايه الحكايه. فبالتالي مهما الضغط علينا as a doctor لازم ابقى very firm، انا مش موافقه انك تلعب لغايه ما نعرف حصل ايه. اثناء السينكوب during the exercise is an extremely alarming red flag. البيشنت اللي ما عندوش red flags وانا طلبت له EEG بقى واكو هيد اب تلت، لا، لو العيان كل حاجه فيه جرين، الاي سي جي بتاعته كويسه، هيستوري نورمال، يبقى انا مش محتاج اعمل كل الانفستيجيشنز المكلفه دي. التيك هوم مسج بتاعتي النهارده ان السينكوب is a common problem in pediatrics لكن في الغالب benign. دايما في الهيستوري في الاكزامينشن بدور على الريد فلاجز، الهيستوري تيكينج، الفيزيكال اكزامينشن والاي سي جي هاف ذا هايست ييلد اند اي دو نوت نيد تو جو فردر اف ايفرثينج از نورمال. سينكوب ان ا كارديك بيشنت شود بي تيكن فيري سيريسلي، وسينكوب ديورينج اكسرسايز از اكستريملي الارمينج. ثانك يو فيري ماتش. مرسي. اشتغل كده خلاص. شكرا يا دكتوره رانيا، محاضره يعني رائعه as usual، واحسن حاجه فيها الكلير مسجز واضحه تماما لينا والاودينس، ازاي ان الواحد يقدر يوصل فعلا وهو يعني الكارديولوجي. انا عارفه ان الواحد وهو قاعد في العياده الجنرال بيبقى سام تايمز يعني متوتر معاه. بالظبط كده. فانا بس كنت عايزه اسالك على حاجه تهايلايت في محاضره رائعه برضو ليكي قبل كده، كنت بتتكلمي عن ان الماسك والاكسرسايز في الوقت اللي احنا فيه في الكورونا مع
الولاد والحاجات دي. فانتي هل رأيك ان احنا برضو من ضمن الحاجات ان احنا نتأكد ان البيشنس اللي كانوا في المدرسة واغمى عليه والكلام ده ان هو ما كانش لابس ماسك او ان الماسك نفسه ممكن يعمل some kind من الديسترس او السينكوب او كده؟ Definitely it might, بس زي ما بقولك لو السينكوب حتى even if the history is very suggestive and it's very benign, ECG is a very simple investigation. هو التشالنج الوحيد في الECG ان احنا نلاقي ناس تinterpret the ECG right. ان احنا ساعات بنعمل ECG والعيان يبقى عنده كارثة بس احنا مش عارفين. فبس in general a normal ECG is quite clear. If you find any abnormality but you will need to refer. لكن الECG بيسيف lives فوق ما نتخيل. Sometimes everything seems to be very typical وvery يعني benign. لكن an ECG is still according to the American Heart Association the only investigation that you need to do حتى لو في ماسك وفي any other stressing factors. مرسي يا دكتورة رانيا. أنا بس ريكومنديشن للأودينس عشان ساعات كتيرة الواحد بيلاقي الدكتور الأطفال كاتب للبيشنت الاندرال. يا ريت بلاش نكتب للبيشنت الاندرال من غير ما يبقى العيان اتشاف بكارديولوجيست وفي كلير انديكيشن إن العيان يمشي على الاندرال. I second دكتورة أميرة. زي ما اتفقنا البيتا بلوكرز مينرال كورتيكويدز الحاجات اللي ساعات بنستسهل كتابتها دي. Spend the time with the patient about lifestyle changes. مش قادرة أقول قد إيه مهم إن الواحد يشرب مية. بنتكلم في لتر لتر ونص في اليوم. الكلام الأدفايس السيمبل ده it changes lives من غير ما ألجأ لبيتا بلوكرز ولا أي حاجة تانية. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا دكتورة رانيا على المحاضرة الجميلة دي. و بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي اشكر دكتور محمد على اتاحه الفرصه.